السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة من محاضرات موديول LGIT وهي الليفر والبيلياري تريكت. معكم دكتور رشا ربيع Assistant Professor of Anatomy and Embryology Alexandria University. Anatomy of the liver. الليفر أكبر غدة موجودة في جسمنا، أو لو شئت تاني أكبر غدة موجودة في جسمنا، باعتبار ان الجلد يعتبر غدة بملحقاته اللي بتفرز فيه. طيب، يبقى الليفر ده من حيث السايز اكبر غدة في الجسم، شأنه كشأن اي أورجن. لازم اتكلم عن خمس حاجات: السايز بتاعه، الشيب، السايت موجود فين، السيرفيسز بتاعته، السيرفيس اناتومي من بره اقدر اجيبه ازاي. فبالنسبة للسايز قلنا حجمه كبير جدا، وهو يعتبر اكبر تاني غدة موجودة في الجسم. بالنسبة للسيرفيسز زي ما انت شايف كده، هو شكله كشيب عامل ويدجد شيب، ويدجد شيب، يبقى السايز كبير، الشيب ويدج، السيرفيسز خمسة سيرفيسز. ده سوبيريور سيرفيس، ده اسمه رايت لاترال سيرفيس، ده انتيريور، واللي ورا زيه بالظبط بوستيريور، واللي من تحت القاعدة دي هي الانفيريور سيرفيس. يبقى سايز، شيب، سيرفيسز، سايت موجود فين. هو كبير جدا لدرجة انه محتل تلات اماكن. الريجون ده اسمه ليفت رايت هايبوكوندريم، هنا الابيجاستريم، هنا الليفت هايبوكوندريم، يبقى تلات اماكن موجود فيهم الليفر. اتبقى عندي السيرفيس اناتومي، يا ترى اقدر اجيبه ازاي على نفسي من بره وعلى العيان بتاعي. نشوف دلوقتي الليفر. الليفر زي ما انتم عارفين ويدجد ان شيب، ليه خمسة سيرفيسز. تمام، اللي انا بشاور عليه ده السوبيريور سيرفيس، وده رايت لاترال سيرفيس، وده انتيريور سيرفيس، وده بوستيريور سيرفيس، واللي تحت طبعا كل ده بوستيريور سيرفيس. الليفر ما هوش واقف على حيله كده، بل بالعكس مايل على قدام شوية، بحيث الانفيريور بوردر ده يبقى انتيريور، كأنه رايح على قدام. تمام، الانفيريور بوردر ده هيروح على قدام. ادي السوبيريور سيرفيس، وده طبعا ريليتد للديافرام اللي بيفصله عن اللانج والبلورة. ده رايت لاترال سيرفيس ريليتد للضلوع، ده بوستيريور سيرفيس، وده سوبيريور، ده الانفيريور. طبعا الليفر موجود ما بين الشفتين بتوع البريتونيوم، ادي شفة وادي التانية. الشفتين دول هيكونوا الفالسيفورم ليجمنت، فبتيجي ما بينهم من الامبليكس الليفت امبليكال فين، اللي بيتحول بعد كده الى ليجامنتم تيريس، ويروح لتحت الليفر لمنطقه البورتا هيباتس. اتفقنا؟ الشفتين دول اللي انا ماسكاهم هم دول الفالسيفورم ليجمنت، وبيجي الالم ده اللي هو ليفت امبليكال فين، اللي بعد الولاده بيتحول الى ليجامنتم تيرس، وطبعا هيخش من البورتا هيباتس زي ما اتفقنا عشان يوصل للليفت برانش اوف البورتال فين. سيرفيس اناتومي اوف ذا ليفر من اهم الحاجات اللي هيصطادك فيها في بطنه وجراحه. يمكن قبل ما ينطق الكلمه بتاعت الليفر ما تفكرش، اكشف على طول على العيان. السيرفيس اناتومي ازاي اجيب الليفر من بره؟ برسمه على هيئه مثلث، الشكل ليه ابر بوردر وليه رايت لاترال بوردر. انت معلكش الانفيريور بوردر، بس انا هقوله لك لسبب ان هو ده البوردر الوحيد اللي انت بتحسه في بطن العيان، لانه بيبقى مدلدل تحت الكوستال مارجن. انت عرفت ان الليفر متخندق جوه الضلوع، مفيش حاجه مدلدله منه بس الا اللور بوردر ده من تحت الكوستال مارجن.
طيب لو أخدنا الأبر بوردر إحنا لازم ناخد أربع خطوط بأربع نقاط. الخط ده اسمه الميد لاين، خط النص، على جانبيه ميد كلافيكولار لاين، ده ليفت وده رايت. الخط الرابع بقى رايت ميد أكزيلاري لاين، لأنه في منتصف الأجزلة بتاع العيان. ارسم الخطوط دول في خيالك على العيان. خد نقطة، أول نقطة عند الليفت فيفث انتركوستال سبيس، مش بتفكركوا بحاجة؟ طبعا هي دي الايبكس اوف ذا هارت، بس هو الهارت بيبقى من فوق والحجاب الحاجز والليفر بيبقى من تحت. فاكرينها ليفت فيفث انتركوستال سبيس 3.5 انش من الميد لاين. النقطه الثانيه عند الميد لاين بالظبط. خلاص النقطه الثالثه في الرايت فيفث ريب. طب اشمعنى على الناحيه اليمين قلت فيفث انتركوستال سبيس ما قلتش الريب؟ انتوا عارفين ان السبيس دايما بيبقى تحت الريب، لو ده الضلع الخامس يبقى تحته السبيس بتاعه وده الضلع السادس. وجود الهارت فوق الليفر بيزقه شويه عشان يوصل لتحت هنا في الانتركوستال سبيس، انما على الناحيه الشمال مفيش هارت، فبناخد النقطه الثالثه على الرايت فيفث ريب. تمام. النقطة الرابعة بناخدها في الرايت سيفنس ريب. أني حتة بقى في السيفنس ريب ناخد النقطة دي؟ ما هو كبير السيفنس ريب وطويل، بناخدها بشرط تكون واقعة عند الرايت ميد أكزيلاري لاين، ونوصل الأربع نقاط ببعض ويبقى ده الأبر بوردر أوف ذا ليفر. يبقى أربع خطوط بأربع نقاط، اتنين ميد كلافيكولار وواحد رايت ميد أكزيلاري وبعدين خط النص. طيب انزل من النقطة السابعة دي لحد الضلع الحداشر على نفس الخط اللي هو الميد أكزيلاري، هتعمل لي الرايت لاترال بوردر اوف الليفر. طيب الانفيريور بوردر اللي هو بقى مش عليك، هتنزل من اخر النقطة دي لنقطة تانية بتبعد 1.5 inch below the costal margin، 1.5 inch below the costal margin او 1 finger breadth هنا، وبعدين امشي كده بارلل لنقطة تانية واقعة عند الرايت ميد كلافيكولار لاين، وبعدين نقطة تانية بقى على الترانس بايلوريك بلين. طب وانا اجيبه ازاي الترانس بايلوريك بلين ده على بطن العيان؟ فاكرينه اللي كان عند ال واحد؟ هفرد عرض ايديا كلها، كف ايديا، ادي الصنب وادي الصوابع وادي الهاند بريتس هنا، عند اخر حتة في ايدي هتبقى دي النقطة عند الترانس بايلوريك بلين. يبقى العرض حجم الايد هاخد نقطة من تحت وبعدين اوصلها بالنقطة الاولانية بتاعتنا، ويبقى ده الانفيريور بوردر اوف الليفر. يبقى الانفيريور بوردر اوف الليفر نقطة واقعة تحت الكوستال مارجن بصباع، وبعدين نقطة جنبها عند الميد كلافيكولار لاين، وبعدين نقطة في خط النص عند الترانس بايلوريك بلين. اجيبه ازاي؟ عرض ايديا تحت الزيفويد بروسيس بالظبط، يبقى هو تحت ايدي على طول هيبقى ترانس بايلوريك بلين، وبعدين اوصلهم بالنقطة الاولانية زي ما قلت لكم اللور بوردر مش علينا. تمام. يبقى 5 بس انتركوستال سبيس، خط النص 5 تاني ريب، 7 ارقام فردية، 11 ده اللي عليك. خلاص تمام. هفكركم بمعلومات قديمة عن الليفر، انه كان موجود ما بين الانبوبتين بتوع البريتونيوم، وبالتالي الضرفتين دول هيبقوا يكونوا الفالسيفورم ليجامنت، ودول هيكونوا الليسر اومنتم، وهتتخلى الاستومك في الحتة دي. تمام. والضرفتين بتوع البريتونيوم ما بينها وبين الليفر اسمه ليسر اومنتم، ده كلام قديم وخدناه قبل كده. كمان احنا قلنا ان البورتال فين اللي موجود في بوابة الليفر بيتقسم بعد كده الى رايت برانش وليفت برانش. تمام. اثناء النمو بقى بيجي فين من الامبليكس عشان البلاسينتا اسمه ليفت امبليكال فين، وبيمشي ما بين شفتين البريتونيوم ده لحد ما يوصل الليفر من تحت عشان يوصل للبوابة ويوصل للليفت برانش اوف البورتال فين، واسمه ليفت امبليكال فين اللي هو رقم واحد. طب فين الرايت؟ الرايت بيختفي بدري اثناء النمو. من الليفت برانش اوف البورتال فين بيبقى فيه وصلة اللي هي الزرقة دي، بتوصله بانبوبة الانفيريور فينا كيفا.
ادي ده الانفيرور فينا كيفا، عشان بعد كده الدم يروح من الانفيرور فينا كيفا للهارت. الوصله دي اللي هي رقم 2 اسمها داكتس فينوزس. بعد الولاده طبعا مش محتاجين البلاسينتا في حاجه، فبتختفي الوصله رقم 1 اللي هي ليفت امبليكال فين وبتتحول الى ليجامنتم تيريس، وبتختفي الوصله رقم 2 اللي هي الداكتس فينوزس وتتحول الى ليجامنتم فينوزم. عشان كده لما نيجي نشوف الليفر بتاع العيان من ورا او اي حد من ورا، مش لازم يكون عيان، ادي البوابه اهو، ويبقى في اثار للليجامنت هنا كده من تحت، اللي من تحت ده اسمه ليجامنتم تيريس، واللي من فوق هنا ده الليجامنتم فينوزم اللي بيوصل الليفت برانش اوف بورتال فين بالانفيريور فينا كيفا. طب فين الانفيريور فينا كيفا؟ اهو هنا كده في الحته دي، تمام. طيب لو جبت الليفر وشفته من قدام، ادي الليفر منظره اهو من قدام، بنبص نلاقي اثار الضرفتين بتوع الفالسي فورم ليجامنت اهو. وهنا لو خدت بقى خط كده بالطول في الحتة دي، هلاقي الخط ده بيمشي على الفالسي فورم ليجامنت من قدام، وعلى الليجامنتم تيرس والليجامنتم فينوزم من ورا. الخط ده بيقسم لي الليفر الى فص صغير جدا اللي هو رقم ايه وده ليفت لوب، وفص كبير جدا اللي هو الرايت لوب اوف الليفر. ده تشريحيا، خد بالك التقسيمه دي هتختلف تماما لما ناخدها من الناحيه الجراحيه، بس على الاقل اعرف لي التقسيمه التشريحيه، ان انا باخد خط من خلال الفالسي فورم ليجامنت، من ورا بقى الخط ده بيقطع الليجامنتم تيرس والليجامنتم فينوزم، ويتقسم الليفر لسمول ليفت لوب وكبير رايت لوب. كده للريليشن اوف الليفر. طبعا انتوا عارفين ان الديافرام عامل زي الشمسيه الامبريلا، وبيحوط الليفر من جميع الاتجاهات، فالليفر موجود تحت الشمسيه دي، فبيبقى موجود الديافرام لسوبيريور وعالجنب وبوستيريور للليفر، تمام. يبقى الليفر متخندق اصلا تحت الضلوع، موجود تحت الديافرام، الديافرام ريليتد ليه من قدام ومن ورا ومن فوق. طيب يبقى انتيريورلي لما اجي اسالك مين اللي ريليتد للليفر، اكيد هتقول لي الديافرام. طيب بس في جزء من الليفر بيدلدل كده على تحت اللي هو الجزء الرمادي ده، طيب مين اللي هيبقى انتيريورلي؟ اكيد مفيش غير الانتيريور ابدومينال وول. طب لو قلت لك مين السوبيريور ريليشن، اكيد برضو القبه بتاعه الديافرام دي اللي بتفصله بقى عن فوق. هو فوق في مين؟ في الهارت بالبريكارديوم بتاعه، مش بس الهارت، في اللنج بالبلوره بتاعتها. طب على الجناب من هنا في مين؟ اكيد برضو في الديافرام وفي الضلوع من 7 ل 11، زي ما خدنا امتداد الليفر من الضلع السابع للضلع ال11. يبقى كده فاضل لنا البوستيريور ريليشن والانفيريور ريليشن. اتبقى لنا بقى البوستيريور ريليشن والانفيريور ريليشن اوف الليفر. طيب انا لو عندي الليفر اهو، وانا بص عليه من ورا من ظهر العيان، بتفرج على البوستيريور ريليشن، ببص الاقي في منطقه بوابه للليفر مدوره كده بيدخلها البورتال فين، عشان كده سميناها بورتا هيباتس، وبيدخلها كمان الهيباتيك ارتري وبيطلع منها البايل داكت، وهناخدها كمان شويه بالتفصيل. المهم عند البورتا هيباتس دي المفروض في مارجن كده، كل ما هو فوق البورتا هيباتس بعتبره بوستيريور سيرفيس، كل ما هو تحت البورتا هيباتس بعتبره انفيريور سيرفيس، والبوردر اللي انا بشاور عليه ده هو الانفيريور بوردر اوف الليفر، وده بيروح على قدام زي ما شفنا في الفيديو. طيب ورا الليفر بتنزل انبوبه، طبعا هنا في الديافرام فوق الليفر صح، من الديافرام بتنزل أنبوبة الانفيريور فينا كيفا، فطبعا بيخرم الديافرام وبينزل هنا كده، وطبعا بيكمل على تحت، فبيبقى ريليتد بوستيريورلي ليفر، ريليتد بوستيريورلي يعني اللي ورا الليفر هو الانفيريور فينا كيفا. طيب وقلنا ان ده مكان الليجامنتم تيرس زي ما قلنا قبل كده، وده مكان الليجامنتم فينوزس،
وجدنا بقى ان في فص جميل هنا كده مربع اسمه كوديت. كودة يعني بوستيريور على فكرة. موجود هنا الفص ده مربع كده ما بين الليجامنتم تيرس والليجامنتم فينوزس، وتحته البورتا هيباتس. بس انا مش هقول تحته بقى لان الليفر قلت لكم رايح على قدام، فالبورتا هيباتس هتبقى انتيريور ريليشن للكوديت لوب. كودة يعني بوستيريور لانه موجود على البوستيريور سيرفس. تمام، يبقى الكوديت لوب موجود ما بين الليجامنتم تيرس تو ذا ليفت inferior ligamentum venosum to the left, inferior vena cava to the right, and porta hepatis anteriorly. طيب قال لي في اللور بارت اوف الكوديت بروسس ناحيه الشمال بيبقى فيه بروسس مدور كده عامل زي الحلمه فبسميه بابيلاري بروسس. ناحيه اليمين من اللور بارت اوف كوديت بروسس بيبقى فيه صباع ممدود كده طويل اسمه كوديت بروسس، وده بيفصل الانفيريور فينا كيفا عن الكوديت عن البورتا هيباتس. يبقى الكوديت لوب عنده تو بروسيسز، البروسيس الشمال مدور وبيبقى عامل زي الحلمه وبسميه بابيلاري بروسس، البروسيس اليمين اللي بيفصل الانفيريور فينا كيفا عن البورتا هيباتس بسميه كوديت بروسس. كوديت بروسس، ودي ساعات اسئله ام سي كيو الاستراكشر اللي سيباريت البورتا هيباتس عن الانفيريور فينا كيفا. طيب هل بشوف حاجه تانية ورا الليفر على البوستيريور سيرفيس؟ طيب احنا خدنا قبل كده الاستومك صح، ادي الابدومينال اسوفيجس وادي الاستومك حتفه ناحيه الشمال اهي، وادي الديودينم. الليفر بقى وضعه ازاي بالنسبه للاستومك؟ هيغطي جزء كبير قوي منها بالمنظر ده، فهيغطي الاسوفيجس رقم واحد وبقيه الاستومك. طب الاسوفيجس انتوا شايفينه تحت الفص الشمال ولا الفص اليمين؟ تحت الفص الشمال، فبالتالي الحته دي هتبقى ريليتد للاسوفيجس، والجزء ده بقى كله هيبقى ريليتد للاستومك. انا بص على ظهر العيان من ورا فهيبقى المنظر كالاتي. تمام، انا بص على ظهر العيان من ورا كان واحد واقف من ظهره وانا شلت البوستيريور ابدومينال وول وببص على الاورجان بتاع العيان، فلقيت الليفر ولقيت قدام الليفر المفروض هتبقى موجوده تحت الليفر قصدي الاستومك والاسوفيجس بالمنظر ده. خلاص، يبقى البوستيريور ريليشن نمرة واحد في الأسوفيجس، نمرة اتنين في الكوديت لوب، نمرة تلاتة في الليجامنتم تيرس، نمرة أربعة أقدر أشوف الأسوفيجس على الفص الشمال بوستيريورلي. طيب الانفيريور سيرفيس والبوستيريور سيرفيس الليفر عامل زي المهلبية طري جدا، فبتلاقوا مفيش ديماركيشن ما بتوين الانفيريور سيرفيس ده عن البوستيريور سيرفيس ده. يمكن اللي بيعرفني الوحيد عملي هو وجود البورتا هيباتس. اي منطقه فوق البورتا هيباتس ده بوستيريور سيرفيس، منطقه تحت البورتا هيباتس هي الانفيريور سيرفيس. طيب نيجي بقى للبوستيريور ريليشن اوف الليفر. طيب انا كاني بص على الليفر من ظهر العيان من ورا اهو، ودي تشيب كده رايت وكده طبعا ليفت، وادي هنا البوابه بتاعه الليفر البورتا هيباتس، واتفقنا ان في هنا كده كوديت لوب وكوده يعني بوستيريور، وجنبه على اليمين في انبوبه الانفيريور فينا كيفا، وجنبه على الشمال في ليجمنت اسمه ليجمنت فينوزس، وجنبه هنا في الامبريشن بتاع الاسوفيجس. اللي ممكن الاقيه تاني بقى في الانفيريور بقى سيرفيس، يعني كل اللي فوق ده اللي انا رسمته ده ريليتد للبوستيريور سيرفيس، احنا عايزين دلوقتي الانفيريور سيرفيس. قال لي في لوب بالظبط قصاد الكوديت بس من تحت على الانفيريور سيرفيس ومربع الشكل، وهسميه كوادريت. يعني ايه اللي يفرق واحد عن اتنين؟ ان الواحد ده بوستيريور عشان كده سميناه كودا، انما اتنين ده مربع وموجود على قدام شويه. طيب على جنبه اليمين الفص ده هبص الاقي فيه الجول بلادر، يبقى الجول بلادر موجوده هنا على اليمين. حلو قوي.
تمام. يبقى على اليمين في الجول بلادر. طب على الشمال هبص الاقي في الليجامنتم تيريس اللي احنا خدناه قبل كده، اهو موجود هنا في الحتة دي. يبقى لما اجي اقول لك الباوندري بقى اوف الكوادريت لوب ايه هي؟ والله من قدام على قدام الانفيريور بوردر اوف الليفر. مش احنا قلنا ان الانفيريور بوردر اوف الليفر ده ما هوش واقف على سيفه كده ولكنه رايح لقدام، ومن ورا البورتا هيباتس. ما بقولش بقى فوق وتحت، انا بقول قدام وورا لان انا نيمت الليفر كده بحيث ان الانفيريور بوردر ده يروح على قدام. طب وعلى الرايت سايد جول بلادر، وعلى الليفت سايد ايه بقى؟ ها الليجامنتم تيرس. انا بعرف الليفت سايد من البوز ده لان الليفت لوب صغير جدا وعامل بوز كده صغير، فاي حاجه ناحيه البوز ده بنسميها ليفت سايد. طيب ايه بقى الامبريشن اوف الاورجانز اللي انا ممكن اشوفها؟ فبصوا بقى يا جدعان، ده كلام قديم وخدناه في الريليشن واتهرس 100 مره، عشان كده ذاكر الريليشن كويس هتسهل لك كل حاجه. فاكرين الاستومك؟ ادي الاسوفيجس وادي اهي الاستومك، وبعدين الديودينم صح. طيب فاكرين مين اللي كان بيقطع الديودينم بالعرض؟ مين ده كده وداخل تحت الاستومك بالظبط؟ التانية الترانسفيرس كولون، شطار. طب فاكرين مين اللي كان قصاد الهايلم؟ انا بقول السكند بارت اوف ديودينم الهايلم اوف الرايت كيدني، هنقطها اهي الرايت كيدني. ولو تاخدوا بالكم لما كنا بناخد الكيدني يا اولاد، مش كنا بنقول ان الهيباتيك فليكتشر بيعدي في الحته دي، سمول انتستين بتعدي في الحته دي؟ طيب ما هو الهيباتيك فليكتشر اللي انا هعمل عليه السهم ده معدي اهو قدام الكيدني. طيب امال مين المثلثه دي اللي فوق دماغها؟ ايوه السوبرا رينال. السوبرا رينال مين يا جدعان بقى الليفر هرسمه ازاي عشان يغطي كل البهاريز دي كلها؟ بس خدوا بالكم الكوديت لوب بتاع الليفر هيجي بالتدريج كده في الحته دي. الكوديت لوب اوف الليفر الكوادريت عفوا اللي هو من تحت يلمس الترانسفيرس كولون والبايلورس والفيرست بارت اوف ديودينم، ويلمس كمان منطقه الليسر اومنتم. منطقه ايه؟ الليسر اومنتم. الحته دي هيلمسها الكوادريت لوب اللي هو من تحت. يبقى الكوادريت لوب ريليتد من تحت لفوق نمره 1 ترانسفيرس كولون، نمره 2 بايلورس وفيرست بارت اوف الديوجينم، نمره 3 مين بقى اللي منتشر هنا كده؟ البريتونيوم اللي منتشر هنا ما بين الاستومك والليفر اكيد الليسر اومنتم. طب فاكرين الجول بلادر كنا بنحطها ازاي؟ الريليشن بقى اوف الديوجينم. حد يفكرني؟ ايوه كنا بنحطها في نهايه الفيرست وبدايه السكند هنا كده صح. كنا بنحط الجول بلادر في المنطقه دي. طيب انا عايزه بقى ارسم الليفر يغطي كل الحاجات دي كلها، وتبقى الحاجات دي كلها من تحت الليفر، يعني ريليتد ليه ايه بقى؟ للانفيريور سيرفيس اوف الليفر. هرسم الليفر اهو اهو، غطى الاسوفيجس وغطى كل الكلام ده كده اهو اهو، ورايح كملته كده بقى. الصفحه مش مقضيه تمام. طيب لما اجي بقى احط الامبريشن دي من تحت احطها فين؟ خدوا بالكم اهو الفص الشمال اللي هو البوز ده ريليتد للاسوفيجس، هي رقم 1. وبعدين الاسوفيجس هتنزل منه ستومك اهي على الانفيريور سيرفس، وبعدين البايلورس والفيرست بارت اوف الديودينم هيعدوا في نص منطقه الكوادريت صح اهو. طيب خدوا بالكم بقى هنا على الرايت سيرفس كنا بنقول ادي 1 هيباتيك فليكتشر، ادي 2 كيدني، ادي 3 سوبرارينال، دي في منطقه الرايت. طب تعالوا نحطهم هنا اهو، هيباتيك فليكتشر كيدني واعلى حاجه خالص سوبرا رينال. وضحت الدنيا شويه؟ طب الكوادريت لوب ده
لو اجي اشوفه كده من ورا هحط الاستراكشر عليه ازاي؟ والله من تحت خالص هيبقى الترانسفيرس كولوم، في النص خالص بايلورس فيرست بارت اوف ديودينا، فوق خالص لسر اومنتا. مش هو ده الترتيب يا ولاد؟ مش هو بيلمس واحد الترانسفيرس كولون، اتنين بايلورس وفيرست بارت اوف ديودينا، تلاتة الليسر اومنتا، اهو ترانسفيرس كولون بايلورس لسر اومنتا. عشان كده لما اشوفه بقى من ورا، لو خدت الاستراكشر من تحت لفوق اهو، دي مين؟ قولوا ترانسفيرس كولون، ها بايلورس فيرست بارت اوف ديودينا، ها لسر اومنتم، كل ده من تحت الليفر. يبقى هنرسم الرسمه المعتاده، بس نحط الكوادريت بالترتيب على الثلاث حاجات دول، ونحط الجول بلادر في نهايه الفيرست بارت وبدايه السكند بارت، ونرسم الليفر كله عليهم. طيب احنا برضو عايزين نلخص عشان نحفظ سوا الحاجات دي. طيب علشان نتخيل اكتر بقى، ده واحد مدينا ظهره واحنا شايلين جدار البطن الخلفي بتاعه وبصين على الأورجنز. طبعا الليفر هو اللي قدام خالص كده شمال عشان البوز اللي احنا قلنا عليه. يبقى هنا أسوفيجس ريليتد للبوستيريور سيرفيس، ننزل الأسوفيجس هتنزل بستومك صح؟ مش هي حادفة كده ناحية الشمال اهي، وبعدين تديك بايلورس وفيرست بارت اوف ديودينم، يعدوا هنا في منتصف الكوادريت. جميل جدا. طب مين الأنبوبة اللي مقطوعة دي؟ اكيد الترانسفيرس كولون، هتعدي في الجزء اللي تحت خالص من الكوادريت. ادي الكوادريت، على يمينه في جول بلادر، وعلى شماله في الليجامنتم تيرس ولا فينوزم، الليجامنتم تيرس. وبعدين ادي الترانسفيرس كولون هنكمله، يديني هيباتيك فليكتشر، قدامه على طول هتبقى الكدني، هي بقى اللي لمسه الليفر. فلو قلنا من فوق لتحت هتبقى هيباتيك فليكتشر فصلة الكدني عن الليفر، وبعدين الكدني، وبعدين السوبرا رينال، وبعدين السوبرا رينال. طيب ده البورتا هيباتس، يبقى تحت مستوى البورتا هيباتس بقى هو ده الانفيريور سيرفيس. في ستومك زي ما قلنا، يعني جاستريك امبريشن، حلو قوي. في كمان البايلورس والفيرست بارت اوف ديودينم، في لقينا الجول بلادر، لقينا الهيباتيك فليكتشر، لقينا الكدني، لقينا السوبرا رينال. طيب شايفين البوردر الحد ده كنا بنسميه ليسر ولا جريتر؟ اكيد ليسر كيرفيتشر وفي الاستومك، امال الجريتر فين؟ اهو. طيب الحته دي عامله زي المهلبيه زي الجيلي. تخيل ان الليفر نايم على الاستومك، والحزه دي بتاعه الليسر كيرفيتشر طبعا بتضغط على المهلبيه دي، اهو ده الليسر كيرفيتشر، ومعدي قدامه الليفر. نتيجة لذلك الحتة اللي انا بنقطها دي هتتدلدل على تحت وتبلج على تحت، لان في الحزة السودة دي بتاعت الليسر كيرفيتشر فيري شارب عليه، فنتيجة لذلك هتحشر الحتة اللي احنا منقطينها دي وتبلج على تحت بقى، وتعمل لي حاجة اسمها تيوبر اومنتال. تيوبر اومنتال، تيوبر يعني تيوبروستي، حاجة بارزة، واومنتال لانها نسبة للليسر اومنتم اللي ماسك في الليسر كيرفيتشر. يبقى تيوبر اومنتال دي بنلاقيها على الليفت لوب ولا الرايت لوب؟ كده ايه؟ كده ليفت ولا رايت؟ ها انتوا قولوا، كده ليفت. يبقى بروز موجود على الليفت لوب قريب جدا من الليسر كيرفيتشر اوف الاستومك، نتيجه ان الليفر بظ في الحته دي ودلدل على تحت علشان الحته الحاده دي بتاعه الليسر كيرفيتشر. تمام. طيب السؤال ده جاوبوه بس بعد ما تسمعوا المحاضره كلها، لان انا لسه ما شرحتهوش. الإجابة هنا لسه ما اتقالتش في المحاضرة خلاص، لكن أنا هشاور لكم وانتوا قولوا المكان. تمام. طيب ده إيه؟ inferior vena cava، حلو قوي. ده مين ده؟ ويتش لوب اللي ليه بوز ده؟ أكيد الليفت لوب. يبقى هنا كده جنب بالظبط الليجامنتم فينوزم هتحط لي أسوفيكس، الحتة دي كلها استومك خلاص. فين الكوادريت؟ كوادريت ما بين الجول بلادر والليجامنتم تيرس، يعني في الحته دي. ده بقى هتحط له ثلاث حاجات خلاص. هنا كده ترانسفيرس كول، بعدين بايلورس وفيرست بارت اوف ديودينم، وبعدين ليسر اومنتم، حلو قوي. طيب روح بقى ناحيه الرايت بالترتيب، هنا كده هيباتيك فليكتشر، هنا كده كيدني،
هنا كده ها سوبرا رينال، فاضل الحته اللي انا معلمه عليها بالسهم اللي انا ما قلتهاش. امال مين الدايره دي؟ البورتا هيباتس. طيب ايه بقى الكونتنت بتاعت البورتا هيباتس؟ مش عارفين، تعالوا نشوف. طيب البورتا هيباتس اوف الليفر داخل فيه يا ولاد ثلاث حاجات بالترتيب من قدام لورا. من قدام في بايل داكت اللي هي الخضرة، وراها على طول في النص الهيباتيك ارتري، وراهم على طول البورتال فين. ثلاث حاجات بنسميهم بورتال تراياد، يعني ثلاثية بيدخلوا رايحين للليفر. أول ما بيدخلوا بوابة الليفر بيتقسم كل واحد إلى اتنين. طيب الاتنين يبقى دي أول تفريعة ولا تاني تفريعة؟ يعني أنا كان عندي واحد بس اتقسم لاتنين، دي أول تفريعة فبنسميها البرايمري ديفيجن، البرايمري ديفيجن. وبعدين كل واحد من دول يتقسم إلى اتنين تاني، دي هنسميها سكندري ديفيجن. كل واحد من دول يتقسم إلى اتنين تاني، ودي هنسميها تيرشيري ديفيجن. يبقى أنا في النهاية هيبقى عندي 8 برانشات من كل حاجة، من البايل داكت ومن الهيباتيك أرتري ومن البورتال في. according للديفيجنز دي بقى، الديفيجنز دي هتروح لمنطقة معينة من الليفر تغذيها، يعني كل برانش من التمانية ده هيروح لحتة صغيرة من الليفر يغذيها، فبالتالي الليفر هيتقسم إلى سيجمنتس، هيباتيك سيجمنتس، زي ما خدنا في الكدني وخدنا في البرونكو بالمونري سيجمنتس نفس القصة، ودي ليها أهمية جراحية رهيبة، إن لو حصل يا ولاد باثولوجي في الليفر مش بالضروري أشيل الليفر كله وعرض العيان للخطر، أنا ممكن أشيل القطعة بس وشيل التيرشيري برانشات اللي رايحة لها وأربطها كويس وأخلي بقية الليفر زي ما هو. طيب كنا تشريحيا بنقسم الليفر ازاي؟ ادي الليفر وكنت بقسمه في بلين بيعدي في الليجامنتم تيريس والليجامنتم فينوزم هذا كده إلى فص صغير ليفت وفص كبير رايت. رجعوا العلماء وفقا للتفريعات بتاعة الفاسكوليتشر قسموهولي بخط تاني بيمر، لو دي مثلا الجول بلادر هنا كده وهنا كده الانفيريور فينا كيفا، لو خدت خط بيمر ما بين الانفيريور فينا كيفا والجول بلادر اهو، الخط دوت هيقسمهولي الى فص شمال وفص يمين. معنى كده ان الكوديت والكوادريت اللي تحت ده اللي انا برسمه والكوديت وقعوا كده تحت انهي فص؟ الفص اليمين ولا الفص الشمال؟ بالتقسيمه الجديده، التقسيمه الجديده دي بنسميها فيسيولوجيكال او فانكشنال او ايه كمان سيرجيكال. يبقى التقسيمه الفانكشنال او السيرجيكال او الفيسيولوجيكال بخط تاني خالص بيمر بمنطقه الانفيريور فينا كيفا والجول بلادر، يبقى كل ده كده ليفت والحته دي بس هي الرايت، ويبقى الكوديت لوب والكوادريت لوب تبع الليفت. لحد كده خلصت جزء الهيباتيك سيجمنتس بالنسبه لطلبه جامعه اسكندريه. انا هزود بس في الحته دي لانها مهمه جراحيا، وانتم ممكن تجروا الفيديو في الحته دي وممكن تسمعوها كمعلومات عامه، لكن هي الحقيقه مش عليكم الهيباتيك سيجمنتس. تعالوا نشوف بقى الليفر هيتقسم الى 8 قطع ازاي، وكل قطعة بتستقبل التيرشيري برانش بتاعها ازاي. تعالوا نشوف. شايفين يا ولاد انا قلتلكوا لما بيدخل البورتا هيباتس كل واحد بيتقسم الى اتنين. خلونا في البورتا الفين اهو اتقسم لواحد اهو بالعرض وواحد تاني اهو بالعرض، ده ليفت برانش وده رايت برانش. قالولنا ان اي قطعة هتتغذى بالليفت برانش هتبقى تبع الليفت لوب، واي قطعه هتتغذى بالرايت برانش بتاع البورتال او الهيباتيك ارتري او البايل داكت، ما هو ترايات بقى بس انا همسك البورتال واتكلم عليه، تمام، هتبقى تبع واحنا مغمضين الليفت لوب. انسى بقى التقسيمه التشريحيه الثانيه. طيب قال لي في ثلاثه فيشرز، فاكرين الفيشرز بتاعت اللانج؟ في ثلاثه زيهم بالظبط في الليفر. فيشر في النص في المنطقة بتاعة الانفيريور فينا كيفا والجول بلادر،
والفيشر دوت بيبقى فيه من على السطح من بره خط اسمه كانتلاي لاين. يعني مثلا لو ده الليفر كده هيبقى عنده خط من بره هنا كده في منطقة الجول بلادر والانفيرو فينا كيفا اسمه كانتلاي لاين، ده خط من بره. اذا دخلت بسكينة في الخط ده هيقودني الى شق جوه الليفر اسمه مين بورتال فيشر. مين بورتال فيشر، الفيشر اللي انا بشاور عليه ده اسمه مين بورتال فيشر ده، وده ماشي فيه فين اسمه ميدل هيباتيك فين جوه الليفر. تمام. طيب مدام مين يبقى على يمينه في فيشر وعلى شماله في فيشر. طيب ادي المين بورتال فيشر اهو اللي ماشي في الميدل هيباتيك فين، يبقى كده بيقسم لي الليفر لفص هنا كده شمال وفص الى يمين. طيب مدام مين يبقى على يمينه وشماله في فيشرز تانية، واحد اسمه رايت والتاني اسمه ليفت. طيب الرايت بورتال فيشر الصراحة ما عندهوش خط من برة اقدر اعرفه، انما انا ممكن لو دخلت في العمق الاقي فيه شق في الحتة دي، الشق ده بفعل الرايت هيباتيك فين اللي ماشي فيه. طيب الناحية بقى دي في فيشر تاني اسمه ليفت بورتال فيشر، ليفت بورتال فيشر، وده بيتعلم بالفلسي فورم ليجامنت من بره او الليجامنت بينظم من فوق والليجامنت امتيرس. لو مشيت على الخط بتاع الفلسي فورم ممكن ادخل جوه الاقي في شق في الليفر ماشي فيه الليفت هيباتيك فين. معنى كده انا عندي تلاتة هيباتيك فين بياخدوا الفينوس درينج بتوع الليفر وبيصبوا زي ما انتوا شايفين في الانفيريور فينا كيفا، بس ما بيطلعوش بره الليفر، يعني ما عندهمش اكسترا هيباتيك كورس، يعني مش بنقدر نشوفهم في التشريح الا لو انا قلت لكم شقيت الليفر ودورت عليهم، ما بيطلعوش بره نهائي. طيب معنى كده ان الرايت مين فيشر ده، قصدي المين فيشر اللي انا بشاور عليه ده قسم لي الليفر الى فصين زي ما انتم شايفين. خلاص. طيب وكل فص في فيشر تاني اتقسموا الى ميديال بارت ولاترال بارت، كل فص اتقسم الى ميديال بارت ولاترال بارت، يبقى ده الفص الشمال اتقسم لميديال ولاترال، والفص اليمين اتقسم لميديان ولاترال بفعل الفيشرز التانية اللي هو واحد رايت والتاني ليفت. خلاص. يبقى انا عندي كده كم قطعة؟ اربع قطع، دول اللي بيستقبلوا التفريعة التانية. تمام. طيب كل قطعة من دول بقى المفروض تتقسم الى اتنين كمان، هتتقسم اتنين كمان ازاي؟ طيب الاربع قطع دول بقى اللي هم الميديال واللاترال في كل فص كل واحدة هتتقسم الى اتنين ازاي بقى؟ بفيشر بالعرض ماشي في مين بقى او شق في العرض، شايفين مش ده البورتال فين يا ولاد؟ مش هو احنا قلنا بيدي ليفت برانش ورايت برانش بالعرض، اهو يمشي بالعرض كده يقوم شائق كل سيجمنتس الى قطعتين دي ودي ودي ودي. طيب هنا بقى برضو يتشقق السيجمنتس الى قطعتين دي ودي، ما عدا السيجمنتس الميديال هنا هيمشي من وراها مش هيشقها. خلاص. يبقى انا كده عندي حتى الان بقى كم قطعة؟ المفروض سبعة انتوا شايفين. خلاص. طيب يعني كل فص ادي الفص اهو، ما هو الخط اللي انا بقطع منه الخط اللي ما بين الانفيرو فينا كيفا والجول بلادر، يبقى كده الفص الشمال انتوا شايفينه فيه كام قطعه؟ 3، وهنا فيه كام قطعه؟ 4. هو الحقيقه مش 3 لان هنا على جنب الانفيرو فينا كيفا في الكوديت لوب في الحته دي من ورا، والكوديت لوب ده بعتبره الفص رقم 1 لوحده لانه فص غريب جدا جدا. هو المفروض اي قطعه في الفص الشمال بتستقبل من الليفت ديفيجن اوف البورتال فين، الكوديت ده عجيب جدا بيستقبل من الرايت والليفت الاثنين، كمان المفروض يودي تبع الليفت هيباتيك فين الدرينج بتاعه، انما سبحان الله لديه الفينز الخاصه بيه، لا هي رايت ولا هي ليفت، وتصب في الانفيرو فينا كيفا مباشره، علشان كده العلماء ادوله رقم 1. امشي بقى مع عقارب الساعة، دي هتبقى رقم 2، دي هتبقى رقم 3، كل القطعة دي اللي هي ميديال دي هتبقى رقم 4، كده 5، كده 6، كده 7، كده 8.
ودول الثمان قطع بتوع الليفر، تمام؟ طيب لو مسكت لك قطعة واحدة ولتكن دي، تمام، دي رايت ولا ليفت؟ ليفت، حلو قوي. ميديال ولا لاترال؟ لاترال، دي الميديال ودي اللاترال. ها هي المفروض تبقى انفيريور ودي سوبيريور، بس احنا عارفين ان الانفيريور بارت اوف الليفر بيروح على قدام فهتبقى انتيريور، فهسمي القطعه دي ليفت، ها لاترال انتيريور سيجمنت. طب القطعه دي رايت ولا ليفت؟ ليفت. ميديال ولا لاترال؟ ها لاترال، جميل. انتيريور ولا بوستيريور؟ بوستيريور. تبقى في الحاله ده هي هنسميها ليفت لاترال بوستيريور سيجمنتس. طب القطعه دي رايت ولا ليفت؟ ليفت. ميديال، ها ليفت ميديال سيجمنتس، مفيش بقى انتيريور او بوستيريور. طيب والحته دي بقى ليها اهميه ترى؟ طبعا، ما هي دي اللي واقع من تحتها هنا منطقه الكوادريت لوب. يبقى لما اجي اسالك الكوديت قطعة رقم واحد، الكوادريت قطعة رقم اربعة. طب تعالى للقطعة رقم خمسة، امشي مع عقارب الساعة اللي بتلف كده. خمسة، رايت ولا ليفت؟ رايت، جميل. ميديال ولا لاترال؟ كده ميديال، حلو قوي. انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور. طب دي رايت، ها لاترال، انتيريور سيجمنت. طب دي رايت، ها لاترال، بوستيريور سيجمنت. طب دي رايت، ميديال، ها بوستيريور سيجمنتس، وهكذا. دول الثمانية سيجمنتس بتوع الليفر، وطبعا ليهم أهمية جراحية جدا جدا زي ما قلنا عشان البارشيال هيباتيكتومي. أنا ممكن أقطع قطعة وربط التيرشيالي برانشز اللي رايحة لها بنجاح منقطع النظير. وعلى فكرة لكم الفخر أنكم تفخروا أن مصر من أوائل الدول اللي بارعة جدا 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 في عمليات البارشيال هيباتيكتومي، وبتعملها بنجاح منقطع النظير. ممكن توصل لنسبة النجاح لمية في المية، كأنها عملية لوز أو كأنها عملية مرارة. مش شرط أبدا أن يكون هشيل حتة من الليفر وتكون مريضة، أنت ممكن تتبرع لبابا أو لماما أو لأي حد في العيلة، تعمل تيشو تايبينج وتساعد في عملية زرع البارشيال للليفر، تمام؟ طيب البورتا هيباتس اوف الليفر تاني، ايه يا ترى اللي بيحدها؟ اتفرج برضو على الليفر من البوستيريور سيرفيس، بصين عليه من ورا، ادي البورتا هيباتس تحتها على طول في الكوادريت لوب، فوقيها على طول في الكوديت لوب اللي بيدي كوديت بروسيس ناحية اليمين وبابيلاري بروسيس ناحية الشمال. طيب جوه البورتا هيباتس بقى في ست حاجات، اتنين الحمر دور وراهم اتنين خضر وراهم الاتنين الزرق دول. الست حاجات دول الفربورتا هيباتس مين هما؟ الاثنين الحمر دول بيمثلوا الاثنين بايل داكت، رايت وليفت هيباتيك داكت. الاثنين الخضر دول اللي في النص بيمثلوا الرايت والليفت برانش اوف هيباتيك ارتري. الاثنين الزرق اللي من ورا خالص بيمثلوا الرايت والليفت برانش اوف بورتال فين. خد بالك البايل داكت الاثنين الحمر دول بيبقوا على قدام لانهم ناحيه الانفيريور مارجن اوف الليفر، وقلت لكم الانفيريور مارجن اوف الليفر مايل على قدام. يبقى في ست حاجات في البورتا هيباتس. طيب في خرام تانية في الليفر غير دول؟ اه، في خرمين المفروض موجودين في، او ثلاث خرام بقى في الانفيريور فينا كيفا، خرم عشان الليفت هيباتيك فين، وخرم علشان الرايت هيباتيك فين، وخرم للميدل هيباتيك فين. معنى كده ان الفينوس درينج اوف الليفر هو الثلاثه هيباتيك فينز اللي بيصبوا في الانفيريور فينا كيفا، والارتيريال سبلاي الهيباتيك ارتري بس ده بيحمل 25% من السبلاي اوف الليفر. امال مين ال 75% او ال 70% من السبلاي اوف ليفر؟ ده جاي عن طريق البورتال فين المحمل بالبهاريز والنيوتريشن اللي جايباها الانتستين جوه الليفر. طب الليمفاتيك درينج بتاع الليفر، في ليمف نود في البورتا هيباتس اسمها بورتال او هيباتيك ليمف نود، وبعد كده زي ما قلنا قبل كده بتودي للسيلياك. خدنا قبل كده الاستومك بتودي الى السيلياك، والليفر بيودي الى السيلياك، ومين كمان يا ترى بيودي الى السيلياك؟ خدناه
ده سؤال. وفاكرين لما قلنا السيستر جوزيف نوديول لما بيحصل ريتروجريد سبريد؟ راجعوها من المحاضرات اللي فاتت. طيب ده منظر لهيباتيك لوبيول بعد ما وصل له برانش صغير من البايل داكت والبورتال فين والهيباتيك ارتري. طبعا كلكم شايفين ان البورتال فين والهيباتيك ارتري بيصبوا في بحيره واحده اسمها ساينوسويتس، على جانبيها الهيباتوسايتس عماله تشفط الدم الاكسجينيتد منهم لحد ما الدم يوصل لهنا، هيبقى قذر جدا ودي اكسجينيتد ويصب في سنترال فين. كل سنترال فين من كذا هيباتيك لوبيول يتجمع ويعمل لي فين اكبر اللي هو الهيباتيك فين، وفي النهايه هيبقى عندي 3 هيباتيك فين يصبوا في الانفيريور فينا كيفا. تمام، يبقى البورتال فين ده بلاد سبلاي، الهيباتيك فين الارتري ده بلاد سبلاي، انما الهيباتيك فين ده فينوس درينج. وزي ما اتفقنا ان الليمفاتيك درينج عباره عن سيلياك لينفنود بتاخد من البورتال لينفنود او الهيباتيك لينفنود اللي موجوده في بوابه الليفر. طيب نسيت اقول لكم ان كمان في الليمفاتكس بتيجي من الليفر، ان مثلا لو ده الديافريم تحتيه في الليفر، تمام اهو، ومين اللي بيخترق الديافريم ويمشي ورا الليفر؟ مين ده؟ ايوه الانفيريور فينا كيفا، مظبوط. من فتحه الانفيريور فينا كيفا بتمشي بعض الليمفاتكس من الليفر وتهرب من الفتحه بتاعه الانفيريور فينا كيفا للابدومين وتروح للليمف نود موجوده في منطقه البوستيريور ميدياستاين. خلاص، مش بس كده، في تحت الديافرام ليمف نود اسمها صاب هيباتيك لينف نود ممكن الليفر يودي ليهم، لكن الاساسي الاساسي هو البورتال وبعد كده على السيلياك على طول. طبعا دي خطيره جدا الليمف نود اللي بتروح للبوستيريور ميدياستاينم دي، لانها طبعا صعب جراحتها او صعب ازالتها جراحيا. نيجي بقى الموضوع مهم جدا اللي هو البريتونيال كونكشن اوف الليفر، الليجمنتس اوف الليفر اللي عاملها البريتونيوم، وكمان البير اريا اوف الليفر، الحتت اللي في الليفر مش بتتغطى اصلا بالبريتونيوم. طب انتوا كلكم عارفين ان في منطقه الليفر والاستومك ان البريتونيال ساك كانت جزئين والاورجنز اتخلقت ما بين الجزئين ده، وبالتالي الفولد اللي قدام الاورجنز اسمه فنترال ميزوجاستريم واللي ورا الاورجن اسمه دورسال ميزوجاستريم. انما الجزئين دول في الجزء اللي تحت الاسوفجس والاستومك بيلحموا بقى مع بعض في ساك تانية، تمام. وعايزين دلوقتي نشوف الليفر هيتخلق بقى ازاي. تعالوا نشوف. زي ما انتم شايفين ادي الجزئين بتوع البريتونيال ساك، اكيد فاتحين على تحت الجزئين دول في بالونة تانية، يعني عبارة عن بالونة بقرنين، دول القرنين. الأورجنز هيتخلق ما بين الاتنين ساك دول في المسافة ما بينهم. الحتتين من قدام دول ده الفنترال ميزوجاسيوم اللي هيكون الفالسي فورم ليجامنت، ومن ورا هنا ده الدورسال ميزوجاسيوم اللي هيكون الليسر اومنتا. الليفر بتاعنا بقى هيجي يتكون في الحته دي اللي هي ما بين التو بريتونيال ساك، تمام. فتعالوا نشوفه هيعمل ايه. على الناحية دي الليفر لما بيجي ينشأ في النص بيغطس كأنه بيغطس من فوق لتحت، فبصوا هيفطس البريتونيوم ازاي، فهيبقى فيه بريتونيوم لازق عليه اللي هو ايدي بتلعب فيه ده من ورا ومن قدام اسمه فيسرال بريتونيوم، وفي البريتونيوم ده بارايتال بيبطن الانتيرو ابدومينال وول وده البوستيرو ابدومينال وول، وهنا القبة دي بتبطن الديافرام من هنا ومن هنا، تمام. هيجي بعد الديافرام ما تبطن من هنا لهنا دي ودي يقفلوا كده تماما، يقفلوا هنا ويتقابلوا هنا لاترالي كده في ليجامنت اسمه ليفت تريانجولار ليجامنت. فالحته دي كلها مستغطيه بالبريتونيوم بعد ما الليفر نزل من فوق وفطس القبه. بصوا كده انا كده بشاور على الفيسرال بريتونيوم من جوه، دخلت ايدي جوه الكافيتي
وده البريتونيوم البرايتال اللي بيغطي الانتيرو ابدومينال وول وكذلك من ورا. انا بشاور على الفيسرال بريتونيوم، تمام. انا بس عايزاكم تتخيلوا ان الليفر كانه نازل من فوق فهيفطس القبه بتاعه الساك. نفس الحكايه بقى على الرايت سايد. بصوا هفطس برضو القبه كده لتحت اهو. بصوا بصوا هلم كده صوابعي دي لمسه الفيسرال بريتونيوم اللي هيلمس الليفر. بصوا بقى هنا القبه دي هتبطن الديافريم بصبعيني دول، خلاص اللي انا بشاور عليهم، وبعدين تنزل هجيبها بقى من جوه لان ده بارايتال مليش دعوه بيه، انا عايزه الفيسرال. بعد ما يبطن الديافريم يرفلكت ينعكس على الانتيرو سيرفيس اوف ذا ليفر، وبعدين يبطن الانفيرور هجيبها من الانفيرور اهي، وبعد كده يقف عند البوستيرور بارت اوف انفيرور سيرفيس يعني منتصف البوستيرور سيرفيس. بعد ما وقف هنا هينعكس بقى كده على البوستيرور ابدومينال وول اهو. هو ده وصف البريتونيوم اللي عندكم. بصوا الشفه دي والشفه دي، ده اسمه upper layer of coronary ligament وده اسمه lower layer of coronary ligament، ودي حته عريانه من البريتونيوم مش هيتقابلوا فيها، وهيتقابلوا هنا laterally في حاجه اسمها right triangular ligament. طب ما انا عندي الانفيرو فينا كيفا بيخرم الديافريم وبينزل في الحته دي، الله ده اصبح فيه مثلث هنا معمول بال upper layer of coronary ligament، معمول باللور لاير اوف كورونري ليجامنت، والبيس بتاعته معموله بالانفيرو فينا كيفا، والايبكس معمول بالرايت تراينجولار ليجامنت. طب هل دي الحته البير الوحيده في الليفر؟ لا طبعا، ما الانفيرو فينا كيفا نازل دايركت على الليفر اهو، مفيش بريتونيوم في الحته دي. كمان منطقه البورتا هيباتس، كمان الجول بلادر اللي جوه هنا على الانفيريور سيرفيس. شوفوا بقى البريتونيوم لما عمل ريفليكشن من عند نص الانفيريور سيرفيس هينعكس كده على البوستيرور ابدومينال وول، تمام، قدام مين؟ قدام الكدني والسوبرارينال وكمان الديودينم. ما هو ده وصف البريتونيوم ريفليكشن. الحته دي فيها بورتا هيباتس مش مستغطيه بالبريتونيوم، يبقى انا عندي الاماكن اللي مش مستغطيه بالبريتونيوم البير اريا، منطقه الانفيرور فينا كيفا، منطقه البورتا هيباتس، اكيد الليجامنتم فينوزم اللي لازق على الليفر على طول. كمان هنا في الجول بلادر، هي مستغطيه بالبريتونيوم اكيد، انما خليه البريتونيوم ما يلزقش على الليفر لانها الجول بلادر موجوده في الجول بلادر فصه، فبالتالي منع البريتونيوم ان هو يلمس الليفر، فمنطقه الجول بلادر تعتبر بير اريا. كمان هنا منطقه الفالسي فورم ما بين ايديا الاثنين بيدخل فيها ليفت امبليكال فين اللي بيتحول الى ليجامنتم تيرس، وبالتالي المنطقه دي ما بتبقاش لامسها البريتونيوم، يعني وجود الحاجه على الليفر بتخلي البريتونيوم ما يقدرش يلمس الليفر، بيلمس الحاجه دي بس ما يلمسش الليفر، تمام. يعني الجول بلادر كانها عائق ما بين الليفر والبريتونيوم. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها، وعلى فكره الفيديو ده هيفيدكم قوي في محاضره البريتونيوم والريفليكشن بتاعه، تمام. يلا معايا كده بعد ما شفتوا الفيديو اختبروا نفسكم، يا ترى ايه التو لايرز دول بتوع البريتونيوم اللي من قدام الليفر؟ فاكرين الكيس اللي كان هنا والكيس اللي كان هنا والتو لايرز اللي اتقابلوا من هنا؟ بالظبط ده الفالسي فورم ليجامنت. امال ايه الخرطوم اللي ماشي في الفالسي فورم ليجامنت ده وجاي من الامبليكس هنا؟ تمام، ده الليفت امبليكال فين اللي اتحول الى ليجامنتم تيرس. حلو قوي، شايفين يا ولاد الليفر هنا مش عريان، ده عليه طبقه من البريتونيوم بتاعه الكيس اسمها فيسرال بريتونيوم، وطبعا الطبقه الثانيه بتبطن الانتيرو ابدومينال وول واسمها بارايتال. حلو قوي، الدبوس ده يمثل ايه جدعان؟ الليفت تراينجولار ليجامنت ولا الرايت؟ انا كده رايت تراينجولار ليجامنت، انما الدبوس ده يمثل الرايت تراينجولار ليجامنت. طب والدبوس ده؟ بالظبط upper layer of coronary ligament. excellent. نتنقل بعد كده لموضوع شيق وظريف صغير قوي اسمه البيلياري تراكت او بيلياري سيستم، وده الحقيقه بتكون من جول بلادر ومجموعه من الدكت. طبعا انتوا عارفين ان الهيباتوسايتس جوه الليفر بتكون لك البايل، البايل دي هتخرج على هيئه قنوات صغيره كاناليكولاي او دكتيول، تفضل تلم نفسها في قنوات اكبر، كل القنوات في النهايه هتصب في اتنين قناه، واحده اسمها ليفت هيباتيك دكت والتانيه اسمها رايت هيباتيك دكت. طب عايزين يخرجوا من الليفر محملين بالبايل، يخرجوا من فين؟ من بوابه الليفر اللي هو البورتا هيباتس.
طيب يتقابلوا هما الاثنين في البورتا هيباتس، انهي جزء بقى في البورتا هيباتس؟ هل هو انتيريور ولا ميدل ولا بوستيريور؟ بيتقابلوا في الانتيريور بارت اوف بورتا هيباتس على الرايت سايد مش على الليفت سايد. يعني لو البورتا هيباتس هي بوابه كبيره كده، هما بيتقابلوا على الرايت سايد اوف البورتا هيباتس، تمام، وبيتحدوا جاست بلو البورتا هيباتس وبيكونوا لي الكومون هيباتيك دكت. الكومون هيباتيك دكت في الوقت نفسه عندنا الحواصله المراريه اللي هي الجول بلادر، بتديني انبوبه تانية اسمها سيستيك دكت، بتتقابل مع الكومون هيباتيك دكت وبيكونوا لي البايل دكت. دي القصه باختصار. البايل دكت دي بقى بتتقابل مع الميجور بانكرياتيك دكت وبيعملوا لي حاجه واسعه اسمها امبوله بتاع عالم اسمه فاتر اللي اكتشفها. الامبوله اوف الفاتر دي بتخترق جدار الديودينم. انهي حته بقى في الديودينم؟ الميدل اوف ذا سكند بارت اوف الديودينم، بس طبعا لازم نحط بين قوسين بوستروميديال لانه على الجزء الميديال وكمان لورا شويه، فبنقول بوستروميديال اوف ذا ميدل اوف ذا سكند بارت اوف الديودينم. خلاص، وبتصب العصاره المراريه. وزي ما خدنا مع البنكرياس قبل كده، احنا قلنا ان في صمام موجود حوالين الفتحة دي بيسميها اسفنكتر اوف اودي. اسفنكتر اوف اودي ده عالم اودي هو اللي اكتشفه، ودي بتتحكم بمرور البايل. بمعنى ان انا لو الاسفنكتر ده ريلاكسد، البايل هتنزل من فوق لتحت وتصب في الديودينم وخلاص. طيب افرضوا ان الاسفنكتر ده مقفول ومش محتاجين للبايل، ساعتها العصارة هترتد في الاتجاه العكسي وتروح تتخزن في الجول بلادر لحين الحاجة. يعني الجول بلادر دي وظيفتها ستورج اوف البايل، ستورج وليس تصنيع البايل. ووظيفة تانية خالص، هي بتستقبل حوالي من الليفر 500 سي سي اوف البايل. بعون الله وبقدرة قادر بتحول ال 500 سي سي دول ل 50 سي سي. عندها الجدار بتاعها قدرة رهيبة على الابزوربشن اوف الووتر وتركيز البايل لكمية اصغر. طيب تعالوا نتفق ونتكلم على كل جزء حاجة بسيطة جدا جدا. طيب ادي يا ولاد الاثنين كومون هيباتيك دكت بيتحدوا سوا علشان على الرايت سايد اوف بورتا هيباتس عشان يكونوني الكومون هيباتيك دكت اللي بتتقابل مع السيستيك دكت اللي طالعة من الجول بلادر تحت طبعا مستوى البورتا هيباتس ويكونوني الكومون بايل دكت. الكومون هيباتيك دكت دي طولها حوالي 1 انش، السيستيك دكت دي طولها حوالي 1.5 انش، انما الكومون بايل دكت طولها حوالي 3 انش. لو تلاحظ ان السيستيك دكت الميكوزة بتاعتها هتقب على هيئة تلال وجبال، تلال وجبال تطلع وتنزل على الناحية دي، وعلى الناحية دي برضو نفس الحكاية. ده بيعمل عبارة عن، هو مش فالف بس بيعمل سورت اوف الفالف للتحكم في نزول البايل، واللي اكتشفه عالم اسمه هيستر وبنسميها سبايرال فالف اوف هيستر. ولو تلاحظوا ان السيستيك دكت بتبقى طالعة بعدين تنزل على هيئة حرف الاس عشان تصب في الجول بلادر، تمام. يبقى احنا عندنا الاتنين كومون هيباتيك دكت، الاثنين قصدي هيباتيك دكت رايت وليفت بيصبوا في الكومون هيباتيك دكت اللي بتتحد مع السيستيك دكت تحت البورتا هيباتس وتكون لي الكومون بايل دكت. طيب الجول بلادر بقى اجزائها ايه؟ والله الجزء المدلدل اللي تحت ده اسمه فندس، وبعدين تيجي البودي، وبعدين النك، والنك تصب في السيستيك دكت وطولها حوالي 3 انش زي طول بالظبط الكومون بايل دكت. انتوا شايفين هنا ان احنا ماسكين اللور بوردر اوف الليفر ورافعينه لفوق عشان نبين الجول بلادر اللي نايمه في فصه اسمها جول بلادر فصه في الانفيريور سيرفيس اوف ذا ليفر. معنى كده ان فوقيها على طول هيبقى موجود الليفر انتيريور وسوبيريور ليها. شايفين حرف الانفيريور بوردر اوف الليفر رايح على قدام، تمام. طيب الجول بلادر دي زي ما اتفقنا ان هي ريليتد للليفر من قدام. التب بتاع الفندس ممكن تبقى موجودة فين بالظبط؟ على السطح من الخارج. والله لو عندي ادي ده
الاسترنم وادي الزيفويد بروسس، وادي عندنا ده الضلع السابع، الضلع السادس، الضلع الثامن، الضلع التاسع. هي التب بتاعها بتبقى موجودة عند او الفندس بتاعتها عند التب اوف الناين رايت كوستال كارتليج في الحتة دي بالظبط. لما جم يشوفوا الحتة دي بالظبط لقوها واقعة على بلين هنا كده اسمه ترانس بايلوريك بلين اللي موجود عند الوان. يبقى الفندس اوف الجول بلادر بتلمس التب اوف رايت ناين كوستال كارتليج عند مستوى الترانس بايلوريك بلين او الواحد. زي ما انتم شايفين في شباك هنا مفتوح في الليسر اومنتم، شايفينه بيبين لي الكومون بايل داكت وهي معديه مع اخواتها اللي هو الهيباتيك ارتري والبورتال فين من ورا خالص. شايفين الكومون بايل داكت يا اولاد بتبقى على الجنب اليمين من الارتري ووراهم هما الاثنين البورتال فين. طيب هنا ده الابدومينال ايورتا وده السيلياك ترانك مطلع هيباتيك ارتري على فوق اهو. الهيباتيك ارتري وضعه ايه بالنسبه للدكت اللي ماشيه جنبه؟ هو على الليفت وهم على الرايت. مهم ان الهيباتيك ارتري هيتقسم الى ليفت برانش ورايت برانش. من الرايت برانش اوف الهيباتيك ارتري بيطلع برانش بيروح يغذي الجول بلادر من النك لحد الفندس، فالسبلاي بيضعف كل ما انا انزل لحد الفندس، فاضعف حته تتغذى في الجول بلادر هي الفندس، ودي في حاله الانفلاميشن بتبقى اضعف حته بيوصل لها السبلاي، وممكن طبعا يحصل لها رابشر، ولكن ده رير جدا. الجنجرين والرابشر في حاله الجول بلادر رير جدا اذا ما قورنت بالابندكس. يعني احنا طول عمرنا بنسمع على انفجار الزايده بس عمرنا ما سمعنا على الانفجار الجول بلادر الا نادرا. طيب الهيباتيك ارتري ده السيستيك ارتري ده طالع من الرايت برانش اوف الهيباتيك ارتري. طيب زي ما انتم شايفين برضو ان البورتال فين موجود اهو في البوستيريور خالص، وبعد كده يتقسم الى ليفت برانش ورايت برانش. طيب برضو من الجول بلادر بيطلع فين اسمه سيستيك فين بيصب في الرايت برانش اوف البورتال فين. تمام بيصب في الرايت برانش اوف البورتال فين. ليه انا بقول لك ان الجول بلادر بتبقى اقل عرضه للجنجرين والبرفوريشن عن الابندكس؟ الابندكس ليها ارتري واحد بس بيغذيها اللي هو الابنديكولار ارتري، انما الجول بلادر بيبقى ليها عده ارتريز بتغذيها، منها السيستيك ارتري اللي موجود في كتابك اللي بيطلع من الرايت برانش اوف هيباتيك ارتري، ومنها بتطلع ارتريولز كتيره جدا دايركت من الليفر ليها هي تغذيها. عشان كده نادرا جدا لما بيحصل لها بيرفوريشن او جنجرين. عايزاكم تشوفوا المنظر هنا، البورتال فين هو موست بوستيريور خالص اهو، الهيباتيك ارتري بيبقى دايما على الليفت، الدكتس كلها وهي ماشيه بتبقى دايما على الرايت. الكومون بايل دكت بقى اللي طولها 3 انشز بتعدي في 3 اماكن، في المنطقه دي اللي هي منطقه الليسر اومنتم يبقى اسمها سوبرا ديودينال، وفي المنطقه دي بيهايند ذا فيرست بارت اوف ديودينم بنسميها ريترو ديودينال، وطبعا تحت الديودينم خلاص، والمنطقه الرابعه المفروض اللي هي بتخرم بيها جدار الديودينم. في المنطقه اللي فوق دي اللي هي في منطقه الليسر اومنتم زي ما انتم شايفين وراها انبوبتين اللي هو البورتال فين ووراهم الانفيريور فينا كيفا، وعلى جنبها اليمين بيبقى فيه الهيباتيك ارتري. دي ببساطه في منطقه الليسر اومنتم. انزلي تحت بيهايند ذا فيرست بارت اوف ديودينم مش هيبقى فيه هيباتيك ولكن هيبقى فيه جاسترو ديودينال تو ذا ليفت سايد اوف ات، وادي كومون بايل داكت ووراها برضو نفس القصة البورتال فين والانفيريور فينا كيفا. إنما في منطقة تحت الديودينم دي بتبقى ماشية بيهايند ذا بانكرياس وراها الانفيريور فينا كيفا بس مش وراها البورتال فين، لأن البورتال فين بيتكون ناحية النك ويطلع كده بيهايند ذا فيرست بارت اوف ديودينم، يبقى هيبقى وراها على طول الانفيريور فينا كيفا وقدامها البنكرياس. في بعض الأحيان في الجراحة مش بنلاقيها لما بندور عليها لانها ساعات بتدخل جوه السبستانس اوف الهيد اوف بنكرياس وتبقى مدفونه فيها.
اتفقنا انها بتفتح في الميدل اوف ذا سكند بارت اوف الديوجينم وبين قوسين بوسترو ميديال، وبتيجي تتحد مع الميجور بنكرياتيك دكت زي ما خدنا في البنكرياس قبل كده. تمام. طيب، وقلنا قبل كده ان الكانسر هيد اوف البنكرياس ممكن يضغط عليها ويديني اوبستراكتيف جوندس، ممكن يضغط على الانفيريور فينا كيفا اللي ماشي وراه ويديني ايديما اوف ذا لوور ليمب. يلا يا ولاد معايا، ايدنتيفاي ذا ليبلد ستراكشر، فاندس اوف ذا جول بلادر، نيك اوف الجول بلادر، منشن ذا سيرفيس اناتومي اوف اتس تيب، مظبوط، رايت ناين كوستال كارتليج، مين ده؟ ده اللي صار اومنتم، مظبوط. يلا يا ولاد، ايدنتيفاي ذا labeled structure، مظبوط، انا في السوبرا ديوجينال اسمي هيباتك. identify the labeled structure، مظبوط، common bile duct، identify the labeled structure، مظبوط، امبولا اوف واتر لان دي الميجور بنكرياتيك ودي الكومون وتبقى دي الامبولا اوف واتر، identify، مظبوط، fundus of gall bladder. ماشي يا ولاد، يلا ايدنتيفاي ذا ليبلد ستراكشر. ها وبصوا بيضعف ويصغر كل ما اتجه ناحيه الفندس، مين ده؟ سيستيك ارتري، منشن اتس اوريجين، مظبوط، رايت برانش، وفي الارتري ده مين الارتري ده؟ الهيباتيك ارتري. شايفين الترتيب ده؟ ناحيه الليفت، ده ناحيه الرايت، وراهم باين البورتال فين التخين الازرق ده، ولو اني ما بحبش يبقى لونه ازرق في الصور، احب ان يبقى لونه بنفسجي لانه مش محتوي على دي اوكسجينيتد بلاد، بالعكس الدم فيه اكسجين في البورتال فين. الشريحة الابلايد دي الحقيقة مش عليكو، دي معلومات زيادة انت ممكن تجري الفيديو لو ما انتش محتاجها. بيقولي في حالة الكوليسيستايتس، التهاب المرارة، التهاب المرارة، ايتس يعني انفلاميشن، فدايما الالم بيتحس في الرايت هايبوكوندريوم وبيرادييت للرايت اوف التيب اوف رايت شولدر. دايما تلاقي الست، ودايما التهاب المرارة بيجي في الستات اكتر من الرجالة، وبيتحس في التيب اوف رايت شولدر لان البريتونيوم اللي بيغلف الجول بلادر بيتغذى بالفرينك نيرف، نفس طبعا الروت فاليو بتاعت الفرينك نيرف سي 3 و 4 و 5 هي نفس السيجمنتس اللي بتطلع لي نيرف اسمه لاترال سوبرا كلافيكولار نيرف اللي بيغذي كتفك. فالبرين دلوقتي بيختلط عليه الامر، هل البين جاي من كتفك ولا من المراره؟ فالالم بيتسمع في الكتف. كمان الالم ممكن يتسمع في منطقه المعده البيجاستريك لان الجول بلادر بتتغذى بالفيجاس اللي بيغذي برضو الاستومك، فبيختلط الامر على البرين. كمان ممكن يتسمع في ظهرك تحت الاسكابولا على طول لان السيمباثيتك فايبرز اللي بتغذي الجول بلادر هي بتاعه القطعه من 5 الى 9 ثوراسيك اللي هي بتغذي المنطقه دي من ظهرك. السويلنج اوف الجول بلادر بيبقى مشهور انه بايري فورم ان شيب، وطبعا موجود في الرايت هايبوكوندريوم، وطبعا الليفر لانه موجود على الديافرام بيتحرك في الريسبيريشن فبيحرك الجول بلادر معاه. اي ستون ممكن تعمل لي حاجه اسمها اوبستراكتيف جوندس. طبعا انا بقدر اشوف الجول بلادر بالسي تي والام ار اي والسونار وسهل جدا ان انا اشوفها، ولان الجول بلادر ليها دبل ارتيريال سبلاي زي ما قلنا من السيستيك ارتري ومن ارتريول بتعدي مباشره من ليفر ليها، فهي صعب ان يجي لها جانجرين فيري ريل لو قارناها بالابندكس. واشهر مكان يجي فيه الجانجرين اللي هو الفندس لانه موست ديستال وبعيد عن الارتيريال سبلاي. طيب احنا اتفقنا قبل كده ان الجول بلادر لو تفتكروا الديوجينم كانت قاعده فين؟ كانت قاعده على نهايه الفيرست بارت اوف الديوجينم وبدايه السكند بارت، صح؟ يعني بالمنظر ده كده. طيب ومين اللي كان معدي بالعرض في الحته دي كده؟ بالظبط الترانسفيرس كولون.
طيب انفجار الجول بلادر ممكن يعمل فيستولا ما بينها وبين الديودينم والترانسفيرس كولون لانها بتمسكه، ولو في حصوات ممكن تدخل في الديودينم او في الترانسفيرس كولون زي ما قلنا قبل كده. في حاله النزيف لما انا بعمل كوليسيستكتومي، اي اكتومي لازم تربط الارتري بتاعه، فبنربط السيستيك ارتري. لو حصل نزيف معانا بنربط الهيباتيك ارتري ذات نفسه اللي طالع منه السيستيك ارتري. فين بقى بنربطهم؟ عند الفري بوردر اوف ليسر اومنتا. طيب دي اسئله تحلوها وبرضو نتواصل مع بعض لو ما انتوش عارفينها، بس بالنسبه للسؤال ده سؤال امبريولوجي، لازم تكون مذاكر الامبريولوجي الاول عشان تجاوبه، وبعد كده بقيه الاسئله اناتومي عادي. ده برضو سيناريو ظريف برضو حلوه، وزي ما قلت لكم لو مش عارفين اي حاجه يا ريت نتواصل فورا. شكرا جزيلا وبالتوفيق حبايبي.